كنا ننتظر موقف حاسم من قبل التيار الصدري، لا سيما بعد الزيارة الأربعينية، ولكن صمت مريب يخيم على الساحة في التيار الصدري على وجه الخصوص. هل من أسباب وراء هذا الصمت، أم أن السكوت هو الرضا، أم أن السكوت له مؤشرات أخرى لربما تؤزم الوضع أكثر؟ التيار الصدري انسحب من العملية السياسية، انسحب من البرلمان واتجه نحو الخيار الشعبي أو نحو القواعد الشعبية أو نحو خيار الشارع. بالتالي أعتقد أن هنالك اليوم مطالب واضحة بالنسبة للمتظاهرين بالنسبة للقواعد الشعبية، وهذه المطالب هي لا تتعلق فقط ب يعني أنصار أو يعني أتباع التيار الصدري، وإنما اليوم جميع القوى السياسية في كل أشكالها تتفق في هذا الموضوع. يعني أولا عملية حل البرلمان، ذهاب الانتخابات مبكرة، تشكيل حكومة عادلة تكون يعني لا تيارية ولا إطارية، يرأسها شخصية مستقلة يكون قادر على توفير بيئة انتخابية آمنة تسمح بالذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة. هذا الخيار واضح، وبالتالي التيار الصدري لا يحتاج أن يعلق بقدر ما على الكتل السياسية اليوم المتصدية والتي تتحدث عن القانون وتتحدث عن الدستور وتريد أن يعني تعقد جلسة برلمان وتريد المضي في عملية تشكيل حكومة، عليها اليوم أن تجد حلولا للتواصل مع هذه المطالبات والوصول إلى نقاط مشتركة تكون مقبولة من المتظاهرين. خلاف ذلك يعني أعتقد اليوم أن العودة وهي اليوم ربما أوسع من الماضي. اليوم تعرفين مثلا هنالك دعوات ل يعني لناشطين لتجمعات مجتمعية وتجمعات عشائرية للخروج في يوم 11. أيضا أعتقد أن التيار الصدري ربما أيضا قد يخرج إذا ما استمر الحديث أو إذا استمرت الرسائل بهذا الشكل في أنه يعني البقاء على تشكيل حكومة إطارية يترأسها السيسي السوداني.